A cannon on the top of a cliff fires a ball 36.9 below the horizontal direction as shown. The ball hits the ground after 2 seconds at the horizontal distance 48 meter from the cliff. في البارت بيقول اديني ال initial, what the initial velocity does the cannon fires the ball. عندنا مسافة أفقية وعندنا زمن ومفيش acceleration في الاتجاه الأفقي. طبعا دي هتساوي ال V نوت كوساين الزاوية اللي هي 36.9. دي مجهولة لكن دي معلومة وكمان دي معلومة ب 48. إذا ال V نوت اللي هي دي ال V نوت X فكناها ب V نوت كوساين, يبقى هقسم 48 على 2 على كوساين الثيتا, طلعت ال V نوت ب 30 متر بير سكند. ده البارت A. في البارت B بيقول لي with what velocity does the ball hit the ground in unit vector notation, يعني عايز ال Vx وال Vy. احنا عارفين ان ال Vx ما بتتغيرش, ال Vx بتساوي ال V نوت X, يعني بتساوي 30 كوساين 36.9 متر بير سكند, ما بتتغيرش, ما فيش acceleration افقية. اما ال Vy بتساوي ال V نوت Y زائد ال AT, هو مديني الزمن 2 seconds. ال V نوت Y احنا عرفنا ال V نوت ب 30 وطبعا تبقى ساين 36.9, وما ننساش نحط شرط السالب ان لتحت الافقي موجب والرأسي سالب. الاي بماينس 10 والتي قل ب 2 يساوي ماينس 30 ساين وبعدين ماينس 20 اللي هي 10 في 2, يبقى ماينس 38 متر بير سكند. اذا ال V in unit vector ال 30 مع الكوساين 24 I موجب وفي اتجاه ال Y ماينس 38. يبقى ده البارت B مديني او طالب السرعة باليونت فيكتور اديناها له. في البارت سي بيقول لي what is the height of the cliff, عايز الارتفاع ده, يعني عايز الدلتا واي. طبعا هتطلع بالسالب نخليها موجب لان هو نازل, ففي نوت واي تي زائد نص اي تي تربيع. الفي نوت واي بماينس 38 تي ب 2 ماينس 10 واتنين تربيع يساوي 38 في 2 وكمان ماينس 5 في 4 فماينس 96 متر. اذا الهايت ب 96 متر. طبعا الهايت ما ينفعش يبقى بالسالب, هو الدلتا واي بالسالب لكن الهايت موجب.